العقار اللي غادي نشاهدو في هذا الفيديو الميزه ديالو رقم واحد هي انه جاب جوج الواجهات دو فاصاد. المساحه فيه كتفوق 100 متر مربع كمساحه اجماليه، فيه ثلاثه ديال الغرف وجا في عماره صغيره اللي فيها ار بلس 3 وعدد ديال السكان قليل بثمن ديال 490 الف درهم، كنهضروا على 49 مليون، وهذا الثمن قابل للتخفيض وللنقاش مع صاحب العقار. يكفي ان الانسان اللي عجبو العقار يتواصل ولا يتواصل مع طارق وانا راه الخير. اذا سيداتي سادتي كنقول لكم مرحبا بكم من جديد والف الف مرحبا اينما كنتم داخل وخارج المغرب، اينما كنتم تشاهدون الفيديوهات ديال افيل، كنقول لكم مرحبا بكم في هذه القناه، قناه مختصه في مجال العقار، كتبحث وكتجتهد باش تجيب لكم اجمل ما كاين في السوق من العقارات كما هو الشان اليوم. وكنزيدكم حاجه هي تنتوما عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه فممكن انكم تتصلوا بيا ولا تتواصلوا معايا باش انني نجي ونقوم بعمل ديالي على اكمل وجه باش نسوق العقار ديالكم ونوصفوا للناس اللي غادي يكونوا لربما مهتمين بذاك العقار ديالكم من اجل الاقتناء ديالكم. كنقول لكم اليوم كنتواجد بكم بالضبط بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس كنقدم لكم التحيه والسلام، كنقول لكم مرحبا بكم من الحي الباساتين. حي الباساتين ومن اللي يعرفه واحد من اعرق الاحياء بمدينه مكناس، كيبعد مثلا كنهضروا دابا مع الناس اللي ما تعرفوش مدينه مكناس، يبعد حي الباساتين عن وسط المدينه تقريبا بالسياره او بوسائل النقل تقريبا 10 دقائق الى 15 دقيقه، وبطاكسي وحده ولا بطوبيس واحد، ما غاديش تلجئ لجوج طوبيسات ولا ثلاثه باش توصل للباساتين. هذا الشيء بالنسبه للناس اللي تخدم في وسط المدينه، حي اللي كل ما تحتاجه كاين. مثلا بغيتي مثلا الدراسه للوليدات كنهضروا على الكوليج، كنهضروا على الليسي، كنهضروا على المدارس، كل شيء قريب من العقار كنقوم بالتصوير ديالو حاليا. ما كنحاولش نوصف العقار، ما كنوصف لكم الاشياء اللي ما كتبغيش من العقار انتما كتشوفوه ولا اللي بغيتي تشوف في معالي الاتصال بيا. نهضروا على مثلا المسجد، كاين مساجد كثيره قريبه، السويقه كاينه، شنو نزيدو اخر، الابناك مثلا والادارات، كل شيء راه على مقربه من هذا العقار اللي كتشاهدوا معايا. الميزه الاخرى اللي كاينه في هذا العقار هي انه جا في عماره لـ ار بلس 3. فاش كنهضروا على ار بلس 3 كنهضروا غالبا على جوج ديال الشقق في الطبق كما هو الشأن اليوم. العقار ديال اليوم راه كاينين فيه جوج ديال الشقق في كل طبق، بالنسبه للطبق الاول تباع، باقي لهم فقط الطبق الثاني والطبق الثالث، والثمن ديالو هو 490 الف درهم، كنهضروا على 49 مليون، وهذا الثمن كما قلت كما اكد صاحب العقار فهو ثمن قابل للتفاوض. رجوعا للعقار ديالو، كما كتشوفوا معايا وانا كنصور في نيسون ديالو اللي هي نقيه وكل حاجه محطوطه في البليصه ديالها. غرفه الوالدين شتوها كاينه بالحمام ديالها، زدنا عندنا واحد الحمام هنا فاسك، عندنا صالون كبير سيجور بديكورات اللي هما عصريين بلاد والترياس ديالهم ما الى ذلك. نزيدو نشوفو حيت قلت لكم راه كاين عندنا جوج ديال الواجهات في هذا العقار، والحاجه المهمه اللي نسيتها الا وهي فاش كتفتح هذه النافذه هذه عندك اطلاله مباشره على فضاء فارغ، ما قدامك حتى شي حاجه، بلغه ديال اخرى هي سون فيزافي، ما كاين قدامك والو، فيو ديجاجي ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. اذا غادي تستمتع بالهواء، تستمتع بالشميشه. علاش كنقول لك تستمتع بالشميشه؟ جايه واجهه شرقيه وواجهه جنوبيه، الشمس كاينه 100% في هذا العقار، والثمن راه الثمن تيبقى منافس مقارنه مع عقارات اخرى لربما في نفس الحي. وزيدكم حاجه اخرى بالاضافه الى ان هذا العقار هذا راه كاين فيه حتى دوبلكس، مثلا بغا دوبلكس، دوبلكس بمساحات كبار، مساحات نقدروا كنهضروا على مساحه ديال 100 وكنظن 140 او 100، وكاينه مساحه ديال 160، كاين الثمن ديال 70 مليون، وكنظن كاين الثمن ديال 74 مليون. عند الغرفه الثانيه غادي تشاهدوا الدوبلكسات في القناه ديالنا، غادي نقوم بالوضع ديالهم ان شاء الله عما قريب باش غادي تشوفوهم. عندي هنايا الغرفه الثالثه، غرف اللي هما كبار فيهم بالكون، مثلا هاد الغرفة هادي راه كاين البالكون ديالها هنا برا، وغرف اليوم 90 كبار. قلنا آخر شيء غادي نشوفو أعزائي المشاهدين ألا وهو المطبخ، المطبخ اللي هو جاهز، مطبخ جديد من نوعية جديدة ديال المطابخ، فيه البالكون ديالو
البالكون ديالو كبير، ما قلتش قبيله راه جايب جوج ديال الواجهات، المطبخ كله في اللون الابيض واللون الخشبي بلينيش، جاي ممتاز، ديكوراسيون ممتازين، بلاصه فين داك الثلاجه، بلاصه فين ديال لاوط، بلاصه فين ديال لابلاك. كنتمنى اعزائي المشاهدين يكون عجبكم العقار اللي قمت بالوصف ديال اليوم. ما تنساوش بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك. اللي بغى يشوف هذه العقارات عن كثب فما علينا الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه ورهن الاشاره. كنقول لكم كان معكم طارق من قناتكم افائل، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقارات مقبله ان شاء الله على قريب.